وصلت معاه زي التماس كده ان شاء الله في السبب اسمه ان شاء الله هو في نفس الشارع ونفذ الريم على طول قبل ما الاجراءات يعني تعمل اللوحه وتغير الاسم وبعدين الاجراءات بعد كده لان احنا اجراءاتنا بطيئه الله اكبر مين هو يعرف الله اكبر ديت هم يعرف الله اكبر ديت وكفر حسبي الله ونعم الوكيل اقعد يا بنت انا مالح بيت بيعمل ايه هو محمد انا محمد اتقتل من ورا قتل ثلاثه هو محمد عارفين تفاصيل الموضوع احنا قتل ثلاثه وبعدين ضرب من ظهره جبان ضرب من ظهره في دماغه على وشه ايوه ضرب حتى على دماغه طلع كده تفاصيل ايه اللي